انا عاوز مكتب استيراد هو اللي ياخد العموله مش احنا. انت بتخرب بتقول ايه؟ ما تاخد لك كاس يمكن تعرف تتكلم. ما قلت لك حظ الله ما بيني وما بين الحرام. انتوا اصلكم مش فاهمين انا عايز ايه. بالراحه علينا، احنا عارفين ان مخك يوزن بلد. احنا هناخد عمليه استيراد المواد الخام وقطع الغيار لحسابنا بدل مكتب الاستيراد، ما يلهفها. ايوه بس احنا ما عندناش مكتب استيراد. ما هو البركه فيكي بقى، تشوفي ان حد من قرايبك يكون عنده مكتب استيراد ويستورد لنا الطلبيه لحسابنا واحنا اللي هنفتح الاعتماد. يعني باختصار احنا اللي هنمول العمليه. المكتب ده مجرد واجهه، هنستغل اسمه وبس. بس هياخد عمولته. اول ما توصل البضاعه هنوردها للشركه بالثمن اللي احنا عايزينه بس باسم المكتب طبعا. يعني احنا اللي هنشتري من بره بالسعر اللي عاوزينه، واحنا اللي هنبيع للشركه، واحنا اللي هنشتري للشركه برضه بالسعر اللي احنا عايزينه. اسم الله عليك يا نبيها، قصدي يا الهام، وكل ده واسمنا مش في العمليه.